تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. الخامسة والدقيقة الخامسة باستوديوهات ميدي آن بطنجة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات إلى عاد جديدة من موعدكم الرياضي نهاية كل أسبوع يومي السبت والأحد على أمواج ميدي آن، برنامج استوديو الرياضة لتقريبكم من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية، مساحة زمنية لتقريبكم من أبرز الأحداث. وفي هذا العدد عدد من الأحداث الرياضية نتوقف عندها، نرافقكم في هذا العدد مع مخرج عدد اليوم زميلنا عبد النور في خدمتكم هنا في الأستوديو. في هذا العدد زميلي محمد عميمي، محدثكم الحسن جابري. محمد مساء الخير. مساء الخير حسن، bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média. On a évidemment le plaisir de vous accueillir parmi nous dans cette très belle émission bi-hebdomadaire Studio Sport comme chaque week-end. Un programme très chargé aujourd'hui, donc Hassan a commencé par le football, l'équipe du Maroc qui s'est imposée hier 2-1 contre la Zambie pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Une prestation des Lions de l'Atlas pas assez convaincante, on va décortiquer ensemble cette prestation des Lions de l'Atlas. Hier on a vu plusieurs changements tactiques de la part de Walid Regragui avec un 4-4-2 où Ben Sreïr, donc la révélation de cette équipe marocaine, a marqué son premier but avec la sélection marocaine. On va recevoir évidemment notre envoyé spécial depuis Agadir, Wadi Ouhti, pour les détails de cette rencontre. Au programme également Hassan, du tennis, les fans de la petite balle jaune évidemment, avec Roland Garros. Le suivi est fait par notre envoyé spécial Fouad El-Hennaoui. La championne polonaise Iga Swiatek donc a remporté son troisième titre d'affilée de Roland Garros après sa victoire contre Paulini, la sensation de cette édition. Cyclisme également Hassan avec le Tour du Maroc, la 33e édition de la Grande Boucle marocaine. Hier la 9e étape la 8e étape donc a été remportée par Oussama Khafi. On va parler avec Mustapha Njarik, ce champion du cyclisme marocain. Aujourd'hui c'était donc la 9e étape, également remportée par un Marocain. On va en parler de ça en détail lors de cette très très belle émission avec Mustapha Njari, comme on l'a dit, ex-champion du cyclisme marocain. Et enfin, un petit mot Hassan sur le golf avec évidemment cet événement très attendu, l'International Series Morocco, qui va se dérouler donc sur le prestigieux parcours rouge du Royal Golf d'Ar es Salaam. On va écouter évidemment Mustapha Zine, le vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf. C'est à vous la parole, cher حسن الجبيري. غدا سنتابع سي محمد منافسة بطولة القسم الثاني قبل جولتين من النهاية، من سيرافق فريق نادي المكناسي إلى القسم الأول؟ الدفاع الحسني الجديد الكوكب المراكشي وبدرجة أقل فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي في الأثناء انطلقت قبل لحظات قمة هذه الجولة 29 بين الدفاع الحسني الجديد الوصيف وفريق الكوكب المراكشي. فريق الدفاع الحسني الجديد الذي يتوفر على حدود كبيرة من أجل مرافقة فريق الدفاع ومرافقة النادي المكناسي إلى القسم الأول في حال انتصاره في هذه المباراة، سيحسم بطاقة العبور بشكل كبير على اعتبار أنه فريق الكوكب المراكشي المحتل للمركز الثالث يتخلف بنقطتين عن الدفاع الحسني الجديد. الفوز من شأنه أن يعيد فريق الدفاع إلى القسم الوطني الأول بعد موسم واحد في القسم الثاني. سنتابع إذن هذه المباراة، أبرز المباريات الأخرى أيضا هذا المساء. الموعد مع نهائي كأس العرش في كرة السلة بين فريق جمعية سلة وفريق المغرب الفاسي، نهائي واعد بداية من 7 مساء في الأثناء. نهائي السيدات يضع بالرباط بقاعة ابن ياسين فريق مجد طنجة حامل اللقب في مواجهة فريق الكوكب المراكشي في إعادة لنهائي الموسم الماضي. نترقب نتيجة هذه المباراة، هل سيحافظ فريق مجد طنجة على تألقه وعلى لقبه في كأس العرش أم أن سيدة الكوكب المراكشي سيتداركن الأمر ويأخذن ثأرهن
من منافستهن فريق مجد طنجة الجواب بعد لحظات في المباراة التي تتواصل في هذه الأثناء. من دون إطالة نفتح أولى ملفات عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة. لقاء المنتخب المغربي أمس أمام منتخب زامبيا بالملعب الكبير لمدينة أكادير والفوز بهدفين لواحد. صحيح الأهم كان هو النقاط الثلاث، لكن أسئلة عديدة على أداء المنتخب المغربي المؤدى العام. صحيح المنتخب المغربي افتتح النتيجة منذ الدقيقة الرابعة، ضربة جزاء بعد إسقاط يوسف أنصيري حولها حكيم زياش إلى هدف أول. كنا ننتظر أن المنتخب المغربي يظهر بصورة أفضل، لكن مجموعة من التساؤلات يعني تضع أكثر من علامات استفهام. سي محمد، مستمعينا الكرام، على أداء المنتخب بقيمة الأسماء التي يتوفر عليها، بجودة الأسماء التي يتوفر عليها، خصوصا وأنه تعداد المنتخب المغربي واللاعبين أنهوا الموسم على وقع تميز كبير. حكيم زياش مثلا رفقة فريق غالاتا سراي، إبراهيم دياز التتويج رفقة ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني وأيضا دوري أبطال أوروبا، أيوب الكعبي لقب رفقة أولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي، مجموعة رحيمي دوري أبطال آسيا، تميز كبير اللاعبين المغاربة. ممكن نتحدث عن تخمة على مستوى اللاعبين توفر هذه الجودة، لكن على مستوى توظيف هؤلاء اللاعبين أسئلة كثيرة تطرح بهذا الخصوص. للحديث عن لقاء الأمس، الأجواء التي سبقتها، أيضا التساؤلات التي طرحها الشارع الرياضي على لسان الزملاء الصحفيين في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة، نتحدث عن ذلك. رفقة مفادنا إلى مدينة أكادير لتغطية المباراة، زميل وديع أحتي. وديع، مساء الخير، أسئلة عديدة إذن في هذه المباراة، ضعنا في الأجواء التي أقيمت فيها قبل المباراة أثناء المباراة وأكيد مثل اللقاء. مساء الخير زميلي حسن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام من هنا من مدينة أكادير عاصمة سوس التي كانت شاهدة يوم أمس إذن على فوز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بهدفين لهدف واحد. دعني أقول لك زميلي حسن بأن الأجواء كانت جميلة في الملعب وسط حضور جماهيري غفير أثت جنبات ملعب أدرار، وكانت دعامة الرئيسة لأسود الأطلس طيلة 90 دقيقة، ولو أن الجمهور بعد ذلك عبر عن عدم رضاه تجاه الأداء العام للنخبة المغربية. صحيح بأن النقاط الثلاث هي الأهم في مثل هذه المباريات المؤهلة إلى كأس العالم، لكن الجمهور دائما ما يطالب بالمزيد من الوجه الجيد على مستوى الخط الأمامي. نتحدث هنا عن خلق أكبر عدد من الفرص وخاصة النجاعة الهجومية. كيفما كان الحال، المنتخب المغربي إذن يتصدر هذه المجموعة الخامسة بست نقاط، وهذا هو الأهم بالنسبة لوليد الرقراقي وبقية اللاعبين. حسن، يمكن القول بأن الكل كان قد توقع تشكيلة المنتخب المغربي، خاصة ثنائية نايف أكرد وغانم سايس التي عادت، وأيضا إلياس بن صغير الذي دخل في الجهة اليسرى كجناح، وأيضا أسامة العزوزي الذي كان النقطة المضيئة في وسط ميدان المنتخب المغربي ولعب دور سفيان مرابط الذي غاب للإيقاف. دعني أقول لك زميل حسن بأن أسامة العزوزي لقي إشادة واسعة من قبل الجماهير الحاضرة بأكادير، وأيضا حتى المتتبعين والمراقبين أكدوا بأن العزوزي قدم مباراة متميزة وكان خير بديل بالنسبة لسفيان مرابط. إذن كيفما كان الحال، حتى على مستوى الأداء العام لبعض اللاعبين لم يرقى لمستوى التطلعات، كحكيم زياش كان غير موفق في العديد من الكرات، تمريرات خاطئة بالجملة، وأيضا إبراهيم دياز الذي تأثر في الشوط الأول ولم يكن جيدا نهائيا حيث أهدر كل الكرات التي وصلت إليه، لم يكن فعالا ولو أنه تحسن نسبيا في الشوط الثاني. سنعود زميلي حسن لكل هذه المعطيات التقنية وأبرز الخلاصات التي خرجنا بها في متابعتنا الخاصة لهذه المباراة بين المغرب وزامبيا، لكن بداية معك حسن ومع المستمعين الكرام دعونا نستمع لردة فعل الأولى لوليد الرقراقي في أعقاب هذا الفوز على المنتخب الزامبي. نستمع لوليد الرقراقي. لي شانجمون عاوننا باش نبقاو في المستوى الريتم ديالنا، غير اللي يقدر يقلقني اليوم هي
il y a le but les marco alina في les 10 dernières minutes اللي ما خلاناش نرتاحوا وانا resté à portée de fusil ديال الفرقه اللي كانت تقدر تماركي في un coup de pied arrêté ou la une erreur défensive بالحق واخا هيدا on a contrôlé la fin de match باش نديو les 3 points ou باش نوجدوا على الماتش ديال 3 mais bravo le dray parce que c'est des matchs les ماشي ساهلين في شهر 6 un peu de fatigue mais l'idée globale ديال الدراري ما تلقوش وداروا الخدمه هي اللي مهمه. كان هذا إذن وليد الرقراقي ناخب المغربي. نواصل حسن الحديث هذه المرة عن بعض الاختيارات البشرية لوليد الرقراقي خاصة في الشوط الثاني، لأن العديد من الجماهير المغربية تساءلت حول التغييرات ولماذا تأخرت، خاصة بأن وجه الأسود حسن تحسن بعد تغيير حكيم زياش. لماذا؟ لأن بخروج حكيم زياش يعني تحرر إبراهيم دياز وعاد كجناح أيمن وبدأ بشكل فعال وأصبح يخلق الكثير من المتاعب لدفاعات المنتخب الزامبي. أيضا تم تغيير طريقة اللعب، لم يعد المنتخب المغربي في الشوط الثاني بعد تغيير حكيم زياش ويوسف نصيري لم نعد نعتمد على فقط الجهة اليمنى أي ثلاثية حكيمي وأناحي وحكيم زياش، وبدأنا نعتمد على إلياس بن صغير وأيضا يحيى عطية الله في الجهة اليسرى. فهذا التغيير على مستوى المنظومة حسن نوعا ما الصورة والأداء العام للنخبة المغربية، وبالتالي تبعنا كيف خلقنا العديد من الفرص ومنها جاء الهدف الثاني بعد اختراق من حكيمي وتمريره لدياز، دياز الذي مرر بعدها إلى بن صغير ووضعها في شباك المنتخب الزامبي. جملة تكتيكية متميزة نريد أن نراها أيضا في مباراة القادمة، وهذا بطبعة الحال يفرض على وليد الرقراقي إيجاد مثل هذه الميكانيزمات التي على الأقل تعطيك فرصة لرؤية الإمكانيات الحقيقية للاعبين، لأن لما كان زياش دعني أقول لك بأن إبراهيم دياز كان غائبا تماما في الشوط الأول. أيضا على مستوى الخط الدفاعي صحيح بأن المنتخب المغربي لم يختبر كثيرا، ولكن الهدف الذي وقعه المنتخب الزامبي دعني أقول لك حسن بأنه أكد مرة أخرى بطء على مستوى المراقبة، لأن تبعنا كيف أن اللاعب رقم 10 الزامبي قام ب سرعة قصوى وحتى غانم سايس لم يلحق إليه وتجاوز المدافعين وسدد في مرمى الحارس ياسين بونو، فبالتالي لم يختبر الدفاع المغربي كثيرا، ولكن هذه الثنائية ثنائية غانم سايس ونايف أكرد تطرح أكثر من علامة استفهام، لأن نايف أكرد هذا الموسم لم يكن يعني جاهزا، لم يلعب كثيرا مع ويستهام خاصة في الأسابيع الأخيرة والأشهر الماضية، وأيضا غانم سايس الذي كما تعلمون لا يلعب في مستوى عالية. لكن الرقراقي من دون شك في هذا الجانب يفكر أكثر في الاستقرار، استقرار ثنائية الدفاع بين نايف أكرد وغانم سايس. من الأسماء التي دخلت بديلة مستمعين الكرام في هذه المباراة بعد هذه القراءة يعني الشاملة لمردود النخبة المغربية، أيوب الكعبي هداف أولمبياكوس هذا الموسم دخل بديلا، لم نراه كثيرا طبيعي جدا لأن لم تصله كرات كثيرة، شأنه شأن سفيان الرحيمي الذي دخل والآخر بديلا. دعونا نستمع لردة فعل أيوب الكعبي في أعقاب هذا الانتصار. الحمد لله، نتمنى إن شاء الله المقابلة الثانية نجيبوا فيها 3 نقاط ونزيدوا نشتغلوا أكثر على الأداء ديالنا خصوصا الجماعي، نتمنى إن شاء الله بإذن الله تلينا 3 نقاط نفرحوا بها جميعا بإذن الله. إذن بعد أن استمعنا زميلي حسن للاعب أيوب الكعبي وأيضا لوليد الرقراقي بداية، نتحول الآن لمعطى مهم جدا طرحه العديد من الزملاء الصحفيين في ندوة الصحفية، يتعلق الأمر بالأوتوماتيزمات الهجومية، لأن الكل متخوف من طريقة اللاعب الهجومي، ليس هناك تنويع على مستوى خلق الفرص، حتى العرضيات تراجعت بشكل كبير، الجمل التكتيكية والمثلثات المعروفة في منظومة كرة القدم لم تكن فعالة كما يجب، وأيضا هذا ما دفعنا إلى طرح سؤال يعني حول المردود العام للجهة اليمنى بقيادة حكيم زياش، لأن كما ذكرنا قبل ذلك خروج حكيم زياش ودخول إبراهيم دياز منح الحرية أكثر لإبراهيم دياز، ولو أن
وليد الركراكي في الندوة الصحفية كان مقتنع بأن ثنائية إبراهيم دياز وحكيم زياش ستكون فعالة لكن يلزمها الوقت. قال بالحرف بأن دياز وزياش سيصلان إلى مرحلة يعني التفاهم الكلي ويكون هناك بطبيعة الحال التوازن بينهما وإيجاد جمل ومثلثات بين اللاعبين وبين الإسمين. دعونا نستمع لوليد الركراكي مرة أخرى، لكن هذه المرة يتحدث عن هذا الجانب، أي الميكانيزمات بين إبراهيم دياز وحكيم زياش وكيف يمكن تطوير هذه المنظومة بقيادة هذين الإسمين. نستمع لوليد الركراكي. ما سين كيستيون دو ديكيليبر صراحة، قلت لكم باش يلعبوا بعضياتهم خصنا ان بو طون، واخا ما يقدروش يفهموها اون بادير ماشي نتوما لي جورناليست مي لوبينيون بوبليك، يمكن كتبغي باسكو كتشوف ديك لو تالون كتبغي يلعبوا دغيا يتفهموا. شفنا مره كيتفهموا ومره بيان سور اي سو مارش ان بو دوسو في ليكيليبر. بحال اللي قلت انا ايسي 4-2-3-1 في الاخر سالينا ب 4-3-3 بارابور على ليكيليبر. ملي كان دياز في لا دغوات يمكن ارتاح حتى هو سانو تروفي enfin à nous moi et le staff ou tel l'aba باش اي جو برو تما بلاستون فهاد ليفيكتيف. بحال اللي قلنا انا ان بروبليم دو ريش افيك دو تالون، يا بوكو ديكيب اللي كانوا عندهم دو تالون. شفنا باغ اكزومبل افيك لو باريس سان جيرمان اللي كان نيمار امبابي و ميسي. Il faut un peu de temps, il faut un peu aussi de discussion. Le مشكل اللي عندنا حنا في المنتخب بحال اللي كنقول لكم ماشي باش نتبع جا ابراهيم le lundi soir pour le titre de la Champions League. ترينا يمكن لو ميركودي احنا لو فوندردي باش يجبروا راحتهم. يبقى لنا فالور ان بو طوم حتى نامن كو في الفوتور غيقدروا يلعبوا، باسكو بور موا لي بون جوار اي بوف جو انسامبل. ابري تا حكيم الى فيني لا سيزون ان بو سور لي روتول باسكو تا هو الى يو بوكو دو سوسي فيزيك. سي دي كيستيون ديكيليبر مي اللي كيامني يا افيك لو طون ان شاء الله يقدروا يلعبوا مع بعضياتهم يجبروا بلاصتهم كاملين كو لي ميور جو انسامبل. مي سي À un moment donné, comme j'ai dit, il faut trouver le meilleur équilibre. À l'équipe nationale, on prendra le meilleur équilibre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on était un peu bloqué un peu dans ce style de jeu. Omli, peut-être qu'on a fait. Et ça, il va nous falloir un peu de temps et un peu plus de fraîcheur aussi. Parce qu'au mois de juin, c'est difficile et يعاودوا les courses. زميلي حسن، هذه الدردشة المباشرة من أكادير لا يمكن أن تمر من دون أن نعود إلى حادثة وصورة من دون شك تبع الجمهور المغربي وتفاعل مع أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو خروج حكيم زياش ويوسف نصيري وحالة الغضب المعبرة من قبل اللاعبين وعدم رضاهما، يعني عدم الرضا بالخروج يعني كبدلاء. وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول التزام اللاعبين بأوامر المدربين وبقراراتهم، سواء بدخول أساسي أو بديل يجب أن تلتزم بقرارات المدرب. وليد الركراكي سئل في ندوة صحفية حول هذه الواقعة المثيرة للجدل، اعتبرها البعض طبيعية لأن حتى اللاعبين الكبار عبروا عن غضبهم ما مرة في منتخبات أخرى بعدم رضاهم. الأدلة على ذلك حتى دي بروين ما مر مثلا كان يخرج غاضبا من بيب غوارديولا وبالتالي يكون النقاش. فبالتالي وليد الركراكي ذهب في نفس الاتجاه في ندوة صحفية وقال بالحرف بأن هذا أمر طبيعي، ما حدث هو عادي، وبالعكس هو يؤكد بأن اللاعبين يرغبان في تقديم كل ما لديهما. ودعونا نستمع لردة فعل وليد الركراكي في أعقاب اللقطة المثيرة للجدل بعد خروج حكيم زياش ويوسف انصيري بغضب كبير. نستمع لوليد الركراكي. اي لاعب كبير ملي كيخرج كيتقلق وماشي مشكل، ولا بغيتي تعرف واش كان شي مشاكل ما كاين مشاكل، دري كيحترموني كنحترمهم، انا ما عنديش مشكل يتقلقوا. بالعكس يضرب القرعه غير ريسبكتي الجمهور ديالنا وريسبكتي الكره، من بعد يتقلق من بعد عندنا ما معناش مشكل. بحال مع بوفال بحال مع بزاف ملي كيخرجوا كيتقلقوا ما كاين مشكل. غير اليوم ولا بغيتي تشوف غير هاد القرعه في كوب دي موند، حتى واحد ما جبد لي بوفال ملي تقلق، وبوفال من بعد لعاب ما كان مشكل. ما قلتش انا علاش ضربتي البوطو ولا شي حاجه، هذه كانت كره ديما. اذا زميلي حسن، في نهايه هذه الفسحه الزمنيه المباشره من هنا باكادير، لا باس نذكر بالمحك القادم للاسود بعد تصدر المجموعه بست نقاط. المنتخب المغربي سيلاقي الثلاثاء المقبل الكونغو برازافيل. الكونغو برازافيل كما تعلمون لم يلعب اخر مباراه ضد النيجر بعد انسحابه ولم يسافر الى كينشاسا لاجراء المباراه. قررت الفيفا ورسلت الجامعة بأن المنتخب منتخب الكونغو برازافيل سيستقبل المغرب هنا في ملعب أدرار بأكادير يوم الثلاثاء.
الثلاثاء المقبل. بأي معنويات إذن سيصل منتخب الكونغو برازافيل لملاقاة الأسود؟ وليد الركراكي أمامه عمل كبير لتقويم العديد من الأمور خاصة على مستوى الجرينتا، لأن حتى الجماهير المغربية عاتبت بعض اللاعبين فرديا بأن لم يحسوا بتلك الجرينتا التي عهدوها على المنتخب المغربي في مونديال قطر. وبالتالي سننتظر وسنرى المباراة القادمة أمام الكونغو برازافيل. المهم حسن في مثل هذه المواعيد لنكون صراحة بأن الأهم هو النقاط الثلاث، وأيضا لنكون موضوعيين مع المستمعين الكرام ومع المتابعين لكرة القدم. إن كرة القدم في القارة السمراء تطورت بشكل كبير، والمنتخبات الإفريقية لم تعد لقمة سائغة أمام المنتخب المغربي، لكن الأهم هو أن يكون الأداء مقنع كيفما كان الحال والنتيجة أيضا. زميلي حسن، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك وأشكر المستمعين الكرام، وأعيد لك الخط هناك في استوديوهاتنا بمدينة طنجة. شكرا لك زميلنا وديع أحتي، أحط بلقاء المغرب زامبيا بالأمس بالملعب الكبير بأكادير لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال العام 26 و2000. فوز المنتخب المغربي بهدفين لواحد على منتخب زامبيا، حضرت النتيجة لكن غاب الإقناع في أداء الأسود صحيح كما ذكرت. وختمت كلامك بأنه المباريات التصفية الإفريقية لم تعد تعترف بالمنتخب السهل، أدل على ذلك النتائج المسجلة في هذه الجولة الثالثة. النتيجة الأكبر في هذه الجولة الثالثة حققها منتخب الكاميرون أمام منتخب الكاب فيرز، ولليوم منتخب الكاميرون تغلب بأربعة أهداف لواحد ليعزز بذلك صدارته للمجموعة الرابعة بسبع نقاط، رفقة المنتخب الليبي متقدما بفارق الأهداف على منتخب ليبيا، فيما يأتي منتخب أنغولا ثالثا بخمس نقاط. كل المباريات لم تشهد فارق كبير بين المنتخبات، وننتظر الظهور القادم للمنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو برازافيل يوم الأربعاء القادم. لحسن الحظ المنتخب المغربي سيلعب مرة أخرى بالمغرب بمدينة أكادير. كيف سيظهر المنتخب المغربي؟ ما هي التغييرات التي سيجريها وليد الركراكي على تشكيل الأسود والتشكيل الأساسي بالذات، أيضا التنشيط الهجومي والتنظيم الدفاعي؟ لاحظنا بالأمس الهدف الذي تلقاه المنتخب المغربي، أظهر أكيد عيوب على مستوى خط الدفاع، أظهر أيضا نقص التنافسية لدى كل من نايف أجرد وأيضا عامل السن بالنسبة لعميد الفريق رومين سايس. مجموعة من الأمور يجب أن تتغير، رغم ذلك نصفق لعدد من الأسماء. إبراهيم دياز جملة تكتيكية، الهدف الثاني أكيد أمر مميز، نفس الأمر بالنسبة لبن صغير، أمر جيد أن اللاعب يسجل هدفه الأول بقميص المنتخب المغربي. أيضا اللاعب العزوزي على مستوى خط وسط الميدان. Je pense que Walid Regragui a eu le courage de changer donc son système tactique donc 4-4-2 donc pour donner plus d'espace à joueur donc Ibrahim Diaz donc qui a donc donné une passe décisive finalement pour Ben Sahel qui a débloqué donc son score avec l'équipe du Maroc. Donc je pense que il y a plus de passes droits donc dans cette équipe marocaine, et on parle justement Hassan de la réaction de Hakim Ziyech donc qui n'a pas voulu donc sortir de cette rencontre. اكيد هو كانت من بين ابرز النقاط التي اثارت الجدل في المباراه مع المنتخبات المغربيه. دائما المنتخب المغربي لكره القدم النسويه اقل من 17 سنه انهزم زوال اليوم امام منتخب زامبيا بثلاثه اهداف لواحد بلوساكا في اطار ذهاب الدور الرابع الاخير من تصفيات كأس العالم المزمع تنظيمها بجمهورية الدومينيكان بين 16 أكتوبر إلى 3 نوفمبر القادمين. مباراة الإياب بين المنتخبين تقام في 15 من الشهر الجاري بالملعب البلدي ببركان بداية من 9 ليلا. المنتخب المغربي سيكون مطالب بالانتفاض من أجل مشاركة ثانية في مونديال هذه الفئة السنية. نتمنى لهن التوفيق لفتيات المنتخب المغربي. وبذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية الجزء الأول من برنامج استوديو الرياضة، تكرموا بالبقاء معنا، نعود بعد موجز الخامسة والنصف في الجزء الثاني لمواصلة الحديث عن مجموعة من الرياضات. نعم.
نعود معكم مجددا مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات إلى الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة بعدما خصصنا الجزء الأول للحديث عن لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره زامبي برسم الجولة الثالثة من التصفية الإفريقية المؤهلة لمونديال العام 26 و2000 وفوز المنتخب المغربي نتيجة في غياب الإقناع بهدفين لواحد. نتوقف اللحظة ونتوجه مباشرة إلى فرنسا والحدث المنعرج الأخير في منافسات بطولة رولان غاروس الفرنسية ثاني البطولات الأربعة الكبرى. اليوم تم التعرف على هوية البطلة في منافسات السيدات البولندية إيغا سويتنيك تغلبت أو حافظت على لقبها وأكدت تصدرها للتصنيف العالمي. من مجمع رولان غاروس بفرنسا ينضم إلينا مباشرة مفادنا الخاص لتغطية هذه الدورة زميل فؤاد الحناوي. فؤاد مساء الخير. مساء الخير حسن، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. إذن هذه الدورة من منافسات رولان غاروس تصل إلى نهايتها، نهائي السيدات اليوم تم التعرف خلاله على البطلة، أكيد أجواء مميزة. ننتظر أكيد غدا اللقاء النهائي في منافسات الرجال، لكن قبل ذلك حديثنا عن اليوم نهائي السيدات. البولندية إيغا سويتنيك تتغلب على جاسمين باوليني الإيطالية، أمر كان متوقع ولم تحدث المفاجأة فؤاد. نعم لم تحدث المفاجأة، اللاعبة البولونية المصنفة في المركز الأول عالميا والتي كما ذكرت تحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي والمرة الرابعة في مشوارها الرياضي لم تترك أي حد أي هامش للمفاجأة بالنسبة للاعبة باوليني ياسمين، اللاعبة التي تتواجد في المركز الخامس عشر عالميا والتي وفي سن 28 تبلغ أخيرا مباراة نهائية لدوري أحد دوريات الجرون شلام. وإن قاومت اللاعبة الإيطالية في بداية المباراة وتمكنت من كسر إرسال لاعبة سويتك إلى أنها بعد ذلك انهارت انهيارا تاما أمام قوة وصلابة ومناعة اللاعبة سويتك التي بدت جد مركزة على مجريات المباراة، لم تترك أي هامش لخصمتها، لم ترتكب أخطاء كثيرة، كنا نراها تتحلى بالتركيز والرغبة في أن تدون اسمها مجددا في سجل الفائزات بهذا الدوري لا تفوز به الآن للمرة الرابعة، وهي بعد ثلاث ألقاب فقط من الرقم القياسي الموجود بحوزة اللاعب الأمريكية كريستوفر ترويد التي كانت قد فازت بنهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بسبعة ألقاب. المنطق احترم حسن والفوز كان للأفضل، ويعني كما يقول الجميع هنا أن ربما اللاعب البولوني سيسير على خطى اللاعب الإسباني رافائيل نادال، وبإمكانها في ظل يعني قوتها وفي ظل غياب أي منافسة لحد الآن من قبل باقي البطلات، هناك سابالينكا التي أقصيت في الدور النصف النهائي أو في الدور الربع النهائي، وهناك أيضا كوكو غوف التي انهزمت بحصة يعني بينة للاعبة سويتك في دور النصف، هذا يعكس إذن قوة اللاعبة البولونية وبأنها شهيتها لا زالت مفتوحة لإحراز ألقاب أخرى. أكيد سننتظر، كان النهائي ربما متوقع أن يكون واعد، لكن سويتنيك أكدت أفضليتها وهيمنتها في انتظار لقاء الغد نهائي الرجال وطبق بين كارلوس ألكاراث المصنف الثالث وزفيريف الألماني، أيضا حاضرون بينهم أنت فؤاد وأنت محظوظ. نتوقع نهائي مميز بين هذين النجمين زفيريف ألكاراث. نعم حسن، الجميع لم يكن ربما يترقب هذه المباراة النهائية، ربما البعض كان يراهن على مباراة نهائية بين اللاعبين المحتلين للمركزين الأول والثاني، نتحدث هنا عن نوفاك تشوكوفيتش ويانيك سينير الإيطالي الذي أصبح بالتذكير بمناسبة الرقم واحد في العالم بعد انسحاب نوفاك تشوكوفيتش في دور الربع بداعي الإصابة، وهزيمة يانيك سينير في إطار لقاء رائع وماراثوني
يوم أمس أمام اللاعب يانيك أو أمام اللاعب ألكاراز هزيمة ليانيك سينير، وبالتالي الجميع يترقب مباراة قوية أيضا لزفيريف اللاعب الذي يعني تغلب على الوعكات الصحية ويصل لأول مرة للمباراة النهائية ليس فقط لرولان غاروس وإنما لدوريات الجراند سلام. وننتظر كما ذكرت حسن مواجهة قوية، صدام بين الجبابرة بين اللاعب الإسباني ويعني ألكسندر زفيريف. ربما ما يعطي أهمية بالغة حسن لهذه المواجهة، لا أحد من اللاعبين سبق له أن فاز بدوري رولان غاروس من دي قبل، بل لا أحد من دي قبل سبق له أن بلغ المباراة النهائية، وبالتالي هي معطيات توحي بأن الرغبة ستكون كبيرة، الرغبة ستكون جامحة بالنسبة للاعبين لتدوين اسمهما في سجل التاريخي لهذه البطولة العريقة التي في بعض الأحيان يصعب على لاعبين كبار الظفر بها. وكلنا نتذكر مثلا اللاعب الكبير بيت سامبراس الذي في 15 سنة ربما على مدار البطولات التي شارك فيها فاز باللقب مرة واحدة في وقت دون فيه لاعبون آخرون أسماءهم في هذا السجل التاريخي، ويبقى بطبيعة الحال أبرزهم الإسباني رافائيل نادال. من الصعب التكهن بنتيجة مباراة الغد حسن، وإن كان المراقبون يرشحون بنسبة مئوية قليلة الأفضل اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز الذي أبان عن قوة ذهنية وصلابة بدنية في الدور النصف النهائي بإقصائه ليانيك سينير. والمراقبون يقولون هنا أنه ألكاراز بالرغم بأنه لا يقدم أفضل ما لديه لكنه يظل لاعبا بالرغم من صغار سنه في 21 لاعب ذو ذهنية قوية وإمكانيات هامة على المستوى التقني والبدني، العديد يرشحه أن يكون خليفة لمواطنه الماتادور رافائيل نادال على هذه الأراضي الرملية التي ظلت ولسنوات عديدة في ملكية الإسباني نادال. وايضا ننتظر ايضا توهج الجيل الصاعد المغربي فؤاد من اجل تمثيل التنس المغربي، اعاده امجاد التنس المغربي متمثلا في يونس العناوي، كريم العالمي وهشام ارازي. المؤشرات جيده، مشاركه لملك العلامي في فئه الشباب في رولان غاروس، وايضا رضا بناني في هذه النسخه. صحيح المشوار توقف في دور الثمون، لكن اشارات انه هناك امل عودة التنس المغربي، ولما لا المشاركة ومنافسة الكبار في سنوات قادمة من التنس المغربي من هذين البطلين أو ربما من أبطال آخرين فؤاد، وأنت عينتهم عن قرب. نعم، ذلك ما نأمله يعني حسن. أنا ربما لما أتيت اليوم الأول منذ 5 أيام فلدى تصفحي للبرنامج برنامج المباريات يعني تعرفت على أن هناك لاعبين، لاعب ولاعب يشاركان في فئة الشبان، فهرولت بسرعة للملعب رقم 6 لمتابعة أطوار مباراة الشابة المغربية ملاك العلامي التي كانت تواجه لاعبة أمريكية تسمى رويس، وهذه اللاعبة هي مصنفة في المركز 12 بالنسبة لهذه الفئة العمرية، فئة أقل من 18 سنة. لم أتمكن لأن اللقاءان كان في نفس الوقت، لم أتمكن من متابعة مباراة رضا بناني الأولى، لكن تابعت المباراة الثانية كانت أمام كواميا اللاعب الفرنسي. هذا ظاهرة حسن، ظاهرة صاعدة، لأنه في سن 15 يعني يقدم عطاء يعني غطاء جيد جدا بالنسبة للاعب لم يتجاوز عمره 15. كما ذكرت كل الأمنيات وكل الآمال تعلق على كاهل هذين الشابين. كما ذكرنا يعني خالد عفيف هو المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لرياضة كرة المضرب، هو المتواجد هنا في العاصمة الفرنسية باريس. يعني أنا مجرد التواجد في السبورة النهائية لهذه الفئة العمرية أقل من 18 سنة هو إنجاز كبير بالنسبة لهذين اللاعبين، للاعب ملاك العلامي ورضا بناني. وهذا كما ذكرت حسن يبعث على الأمل أننا نرى جيل آخر من اللاعبين المغاربة، يعني كالجيل الذهبي
ليونس العيناوي وكريم العالمي وهشام أرزي في فترة التسعينيات. ما يطالب والمطالب الآن من قبل المسؤولين هو الاعتناء بهذين الموهبتين، وبطبيعة الحال التشجيع، المرافقة، تمكينهما من المشاركة في دوريات كثيرة من أجل احتكاك بالأبطال ومن أجل بطبيعة الحال سقى الموهبة، ولما لا طرق أبواب الدوريات الكبرى خلال السنوات القادمة. الموهبة متوفرة، ينقص فقط الآن ربما الاعتناء بهما وتمكينهما من السير قدما نحو إنجازات أخرى خلال الأشهر والسنوات القادمة. وذلك هو المأمول أكيد فؤاد، لأن التحول من فئة الشباب الاحتراف لدى الكبار أكيد هو الأمر الأصعب في أي رياضة، خصوصا في كرة المضرب. شكرا لك فؤاد على كل هذه التوضيحات، نغبطك على تواجدك في رولان جاروس يوم غد الموعد مع المباراة النهائية. إلى ذلكم الحين فؤاد نتركك تستمتع بجو باريس في انتظار لقاء الغد أكيد الذي سيكون ممتع. فؤاد شكرا لك. شكرا لك حسن، وتحية لكل المستمعين والمستمعات الكريمات، نلقاكم غدا بحول الله. أكيد فؤاد نلقاك غدا بعد المباراة النهائية لدورة رولان جاروس. تضع الألماني ألكسندر زفيريف في مواجهة اللاعب الإسباني الواعد الصاعد المميز كارلوس ألكاراز. من سيخلف السربي نوفاك ديوكوفيتش في سجل المتوجين بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية، البطولة التي تميز فيها البطل الإسباني الماتادور الإسباني رافائيل نادال، توج ب14 لقبا على ملاعب رولان جاروس أو الفرنسية. ملعب فيليب شطخي كان شاهدا على تتويجاته 14 في بطولة رولان جاروس، لكن في السنوات الأخيرة مع توالي الإصابات التي لاحقت الماتادور الإسباني أرغمته وسترغمه على مغادرة ملاعب كرة المضرب، ودع البطولة منذ الدور الأول. أكيد عاش متتبعو وعشاق كرة المضرب مع لحظات مميزة مع النجم الإسباني. الآن جيل صاعد في كرة المضرب يتقدمهم مواطنه كارلوس الكاراز في كرة المضرب أكيد. وفي مجمع رولان جاروس الأجواء مميزة جدا. زميل فؤاد الحناوي استقى تصريحات مجموعة من الجماهير التي حضرت لمتابعة مجريات ومباريات البطولة، نتابع جزءا منها بهذا الخصوص. Ouais, je trouve que c'est une ambiance hyper particulière dans tout le village avec tous les terrains. Il y a une énorme ambiance dans le Châtrier, même si on sent que c'est beaucoup plus pro, même dans le public. Il y a des gens plus calmes qui connaissent bien le tennis. Sur d'autres circuits, enfin d'autres, comme le Langlaine un peu plus loin ou le Simone Mathieu là-bas, ça fait plus famille, ambiance cosy, et c'est hyper agréable aussi. Surtout cette année, en 2024, grâce aux Jeux Olympiques, ça a pris beaucoup d'ampleur, de bouffe pour le Roland-Garros, y compris par exemple pour le poster de cette année, qui a un rapport direct avec les JO de Roland-Garros, enfin les JO de Paris. Et au niveau des supporters, je trouve que les supporters sont beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus bruyants. Alors, on a eu quelques soucis à cause du bruit, mais ils sont beaucoup plus chantent, ils supportent beaucoup plus les joueurs. On sent que cette année, le Roland-Garros, c'est un peu spécial, surtout avec les têtes d'affiche qui changent. Nadal qui perd au premier tour, Djoko qui a un peu du mal, on ne connaît toujours pas le gagnant, mais qui a du mal. Et on voit que c'est une nouvelle génération de joueurs qui arrive avec un nouveau type de supporter cette année. أكيد مجموعة جديدة من الأسماء تقتحم ملاعب رولان جاروس من أجل الظفر باللقب، لا أدل على ذلك أنه الموعد موعد المباراة النهائية غدا بين ألكسندر زفيريف وكارلوس الكاراز. نعود إلى المغرب للحديث عن كرة السلة. في الأثناء يتواصل نهائي كأس العرش سيدات بين فريق مجد طنجة وفريق الكوكب المراكشي. فريق مجد طنجة يفرض سيطرته على المباراة،
يتقدم حتى حدود اللحظة ب 42 نقطة ل 35 يتجه للحفاظ على لقبه في هاته الأثناء في انتظار المباراة النهائية لدى الرجال هذا المساء بين فريق جمعية سلا وفريق المغرب الفاسي. فريق جمعية سلا من أجل لقب لقبه 11 في المسابقة، فيما يبحث فريق المغرب الفاسي عن لقبه 8 في المسابقة. تتويجه الأخير يعود للعام 2008. عن هذه المباراة النهائية نستمع لزكريا مصباحي المدرب المساعد لفريق جمعية سلا. يعني فريق المغرب الفاسي فريق كبير، فريق اللي معروف على يعني معروف الساحة الإفريقية الساحة العربية في المغرب، يعني عنده واحد بالمارس اللي هو كبير. كنت نتبأ أن المقابلة النهائية غتكون مقابلة كبيرة، يعني ما يمكنش لك تعرف شكون اللي غادي يفوز بالمقابلة، والحمد لله فالتجربة ديالنا ولا التجربة ديال فريق المغرب الفاسي فغيتخول لينا وأننا نأديو واحد المقابلة كبيرة، وإن شاء الله فريق جمعية سلوية فهو مستعد بنا في الكفاية لهذه المقابلة، لأن لعبنا مع فريق المغرب الفاسي عرفنا الأخطاء اللي كيرتكبوا، عرفنا القوة ديالهم في كينا، يعني إن شاء الله غادي نحاول أننا نركزوا وكنعطيو التعليمات ديالنا للاعبين أنه المقابلة يكون ماكسيموم أن بنادم يكون كونسونتري الماكسيموم في المقابلة، يعني غادي نعطيهم التعليمات ديالنا أن لا ديفونس لا لاطاك اي خصنا نكونوا بيان كونسونطري لهاد المقابله. زكريا المصباحي الدولي المغربي السابق اللاعب السابق لفريق جمعيه سلا المدرب المساعد الحالي لفريق جمعيه سلا متحدثا عن المباراه النهائيه لكاس العرش في كره السله امام فريق المغرب الفاسي المقرره بعد حوالي ساعه وعشر دقائق تقريبا من الان بقاعه ابن ياسين بالعاصمه الرباط، القاعه التي تحتضن في هذه الاثناء ويتواصل بها في ربع الأخير والرابع نهائي السيدات بين فريق مجد طنجة وفريق الكوكب المراكشي. فريق مجد طنجة متقدم ب 48 نقطة ل 37 يتجه قدما للحفاظ على لقبه في انتظار المباراة النهائية لدى الرجال، علما أنه أيضا في البطولة المغربية تم التعرف على طرفي المباراة نصف النهائي بعد اختتام مباريات البلاي أوف. آخر مباريات البلاي أوف تغلب خلالها في وقت سابق هذا الأسبوع فريق الفتح الرباطي على اتحاد طنجة ب 88 نقطة ل 76. تم التعرف رسميا على مباراتي نصف نهائي البطولة في انتظار تحديد المواعيد من الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. الفتح الرباطي سيكون خصما لفريق المغرب الفاسي وصيف المجموعة الثانية، فيما اتحاد طنجة سيواجه فريق جمعية سلام متصدر المجموعة الثانية. Et un petit mot de cyclisme, Hassan, avec la 9e étape du Tour du Maroc cycliste dans sa 33e édition. La 9e étape a été remportée par Anwar Rahmou, le coureur marocain, le natif de Azro, donc qui a remporté donc cette 9e étape, suivie de Ibrahim Sbahi, l'autre marocain, et puis Ryan Boulahouat a remporté donc la 3e place. Ryan donc qui fait partie de l'équipe Vendée U, cette équipe donc favorite pour remporter cette 33e édition du Tour du Maroc cycliste. Le maillot jaune donc a changé de coureur, c'est Axel Narbonne qui a remporté donc le maillot jaune du meilleur classement. Nathanaël Berin lui est deuxième. Voilà donc pour cette 9e étape du Tour cycliste Maroc. On n'a pas pu rejoindre Mustapha Njari, l'ex-champion marocain de cyclisme, qui était donc censé nous parler et faire donc le débrief avec nous de cette 9e étape remportée, on le rappelle, par le coureur marocain Anwar, le natif donc de Azro. On va parler, Hassan, du golf avec la tenue évidemment de cet événement très attendu, l'International Series Morocco.
un événement donc majeur de l'Asian Tour qui va se dérouler sur le prestigieux parcours rouge au Royal Golf Dar es Salaam à Rabat du 4 au 7 juillet. Alors cet événement, Hassan, de renommée mondiale, va connaître donc la présence de plusieurs golfeurs, Graham McDowell par exemple, Kieran Vincent, et puis Brandon Grace, Boulhar Ganjayet, 11 voix, vainqueur donc de l'Asian Tour. On va écouter Mustapha Zine qui va donc nous parler de cet événement, la tenue de cet événement. Mustapha Zine, il est le vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf. L'Asian Tour pour nous est une opportunité importante. Ça nous permet d'avoir, au-delà des Européens et des Américains, les Asiatiques qui vont connaître le Maroc, qui vont connaître la valeur du joueur marocain et qui certainement vont se multiplier. C'est la deuxième fois qu'on fait l'Asian Tour et vous allez constater qu'il y a de très grands champions qui sont venus, qui vont venir. Je pense que c'est une très 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 belle manifestation pour le Maroc. مصطفى الزين عن الجامعة الملكية المغربية رياضة الغولف متحدثا عن دوري لازيان تور الدوري الآسيوي الذي سيقام الشهر القادم بالمغرب. تذكير بأهم وأبرز الأحداث الرياضية الهامة وطنيا اليوم وغدا هذا المساء الموعد بعد حوالي ساعة من الآن مع نهائي كأس العرش لكرة السلة بين فريق المغرب الفاسي وجمعية سلاء المغرب الفاسي من أجل لقب ثامن في المسابقة، علما أن آخر ألقابه حصل عليها في العام 2008 فيما فريق جمعية سلا يسعى لتعزيز رقمه القياسي في عدد التتويجات بلقب هو 11 آخر تتويج لفريق جمعية سلا كان في العام 18 و2000 بخصوص منافسات كرة القدم. اليوم التنافس سيكون بين فريقي الدفاع الحسني الجديد والكوكب المراكشي في المباراة التي تقام في هذه الأثناء من أجل معرفة من سيرافق فريق الكودام النادي المكناسي إلى القسم الأول. أكيد تفاصيل هذه المباراة ونتيجتها في مواعيدنا الرياضية اللاحقة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. الموعد يتجدد معكم غدا في عدد جديد. كونوا في الموعد.